السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أصلح اللمبة المحروقة الليد. هلا برجيكم شو الطريقة كيف تصلحوها. ترجع لمبة جديدة، ما في داعي الواحد يكبها بقى. انتو كيف؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في هون عندك بعد الشيء، هون هاي البلاك سبوت هون محروقة، بين هون عليها نقطة، واحدة تاني بين عليها هون كمان، هون هون كمان نقطة كمان سوداء، كمان بينة كمان محروقة هيدي. هلا برجيكم كيف هلا بيعملوا شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، كيف بيصلح هذا الغرض. خليكم معي شوي شوي، اوكي يلا. هون كمان هيدي الكاميرا، هيدي الليد، هيدا هيك بيجي لمبة الليد تيجي هيك. انا شلتها بنشيل هيدي، هيدي غطا بلاستيك، وهذا اللي هون بين عندي هون بالكاميرا. كيف انا اجيكم هون الشيء المحروق اللي هون، في هون اجيكم اياه، في هون يكون هون هذا اللي هون نقطة سوداء، النقطة السوداء هيدي يكون هي احترقت، واللي جنبها يكون هي احترقت، واحدة التالتة هون احترقت. اعملها لان هلا حشيل الاصفر اللي هون وفحصه، فحصه هيك، شيل الاصفر هيدي بيشيل، الاصفر بيشيل، لا هذا منيح، هيدي هيدي اللي هون صفرة، هيدي المحروقة بنشيل هيك لك بالمسمار او بالمفرق، شيل هيدي هيك، بنشيل هيك، هي بتيجي من لحمة الحين، هي بتيجي لحمة الحين، بنشيل قشري هيك، ها نشيل اجيك بنشيل، ها هيك شلناها تقريبا، شلت هلا هيدي. شو بعمل هلا انا؟ حطها بالكهرباء هون، اللي حطها هون بالكهرباء بنجرب اشوف بتشتغل ولا ما بتشتغل. هلا هلا هون تبين بقى اللي شلناها، ماني هيدي، ايه اورايت هيدي، هلا مجربه هيك شوف، حط على بعض البعض هيدي هيك بقى هون. هلا هون بتضوي هلا هوني، هلا هون تقريبا في هاتف واحد محروق تاني اسه. هلا بشيله هون، خلي اول شي هلا شيل هذا وشيل التاني كمان اللي هون، كمان نفس الشي التاني اللي جنبه كمان بنشيل، كمان بنشيل، شيله من الكهرباء، ها هاد اللي هون شيله من الكهرباء من هيك كمان، كمان بلحم هلا، انه هي بتجي هي ليد، بتجي هي شريط بينقطش وجاي مع بعض البعض، ها هذا بنشيل هذا. يلا شوف همشيله بقى هيك، وبيعذب شوي لانه بس جاي هيك جاي، نطبط نضيف لانه بيعذب شوي، وجاي مثل لزقه للزيقه عليه ستيكة او شيء هيك جاي هو، هذا هو جاي، بس خلينا نشيله. السلام عليكم، بعت لكم هلا انه شو اسمه نبتة الحام، سبحان الله، هي لحمته من هون، شلت اللون الاصفر عنه اذا الله راد، و هلا مجربها ان شاء الله بشوف اذا كانت بتشتغل ولا لا. ممكن يعني اي واحد عنده لمبه ليد مثل شو اسمه مثل هيدي لها غطا هيك، هذا بيجي غطا بلاستيك، غطا تبعها بيجي بلاستيك ما بيجي زي زده، بينشال من ابع بينشال من كيف. وطلع انت على هون المربعات الصفر، في مربعات صفر هوني، بس تلاقي على مربع نقطه سوداء معناتها يكون الليد تبعها محروق. انت صغيره شو بتعمل انت؟ بتشيل بتشيل اللون الاصفر كله بالمفرق او مثلا بالمسمار، اي شيء بتشيله من كيف، بتحفه مظبوط، بتحفه عليه يصير نظيف،
بعدين اخر شيء بتجيب بجيب السولدرين هذا الحام اللي بلحموا فيه قصدير، بسموه القالي بالقصدير، بجيبوه وتحطوه بالحط الحمت على هون اللي والحمت على هون اللي مشوية هسه هون شوية هيك ها هلا تم اللحوم هلا تقريبا ان شاء الله لحمته. شوف كيف صار هلا تنام لحمين نقطتين هو اللي هون وهون تنام لحمين هلا. هلا بدي اجربه بقى، بدي اشيل هيدي اللي هون بقى وحطه بالكهرباء، هي الكهرباء عندي هون، وجرب بقى اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم ها 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 ضويت. هي ضوت اللمبة بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لأي لمبة هيك ما شاء الله الله أكبر، النور تبع قوي. حط بقى البلاستيك تبعي رجعوه. هذه الطريقة، هذه بالطريقة هذه تحفظ اللمبات كلكم عندكم أكيد. لازم يكون اللي ما عنده البتلات على الكهرباء فيجيب مسمار عودي، مسمار طويل، ويحميه على النار على الغاز انت صغيرة. هي سكر هيدي اللي بتجي كبس، هيدي بتجي لها فرزه هون، هيك فرزه اللي هون فرزه اللي هون هيدي بتجي هيدي هيك حتى محل على الفرزه هيك هيك شوف هيك كبست اجت لمبه عوديه. شوف هلا هيك اشتغلت اللمبه. فهي الطريقه هيدي اذا الله راد ممكن باللمبات مثل هيدي الليد. هذا بيجي بلاستيك، انا بعرف انه بلاستيك وجربته وشوف انه لازم يشتغلوا، حرام كبل انه اللمبه مثل هيدي مثل هيدي الليدي غولي كثير غولي هيدي فكها كلها بتنفك ها تنفك هيك هيك تنفك ها هذا هو يتفك فكها سهل وتركيبه طبعا سهل. تيجي مثل كبسه كليك كبسات كلها بتجي هي هيك ها هيك ها حتى عدي عليك على اللدن هيك ها لزقت خلاص ضبطت حتى على الكهرباء ما شاء الله. جيب عشان نور احلى نوره اللهم صل على النبي محمد نور قوي كتير. هيدي بابا نكبها هيدي بقى، هيدي مخليها بقى نستعملها اذا الله راد مشان مره تانية اذا الله راد. كل ما بتحترق لمبه من النوعيه هيدي بالضبط اكزاكتلي من النوعيه هيدي بالضبط ما بنكبها هيدي اللمبه هيدي كيف وبنحافظ عليها وبنتبه عليها اذا الله راد، لانه ما مشان حقها هي مشان وقت الضروره، لانه الانسان ساعات بيكون واصل ايده ونشتري. بقى بنصح كل واحد بقى عنده لمبات مثل هيدي الليد بسموها هي شفتوها كيف بتنفتح من هون، تفتحوها من هون هيك يكون عندكم مسمار وعندكم هذا خصوصي للحام بسموه بالانجليزي سولدرين او القصدير بالعربي اسمه، وكون عندكم شو اسمه يا وحده على الكهرباء ولدي بتاع الحام على الكهرباء بيكون، يا اما بيكون عن طريق شو اسمه مسمار 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 او مفرق مثل هذا بتحموه على النار تحموه تحميه لما يحمر كله وتحطه على شو اسمه على القصدير وتحطه محل ما بدك سكر اللي هو المحروق توصل معته مثل في قلبه شريط من اليمين والشمال مربعات حامي وبارد. لو بتحط انت القصدير من هون الحامي والبارد بيجتمعوا مع بعض البعض بتلزقوا بصير اوكي مش الحول. وعندي هالعده كامله هيدي العده هيدي خصوصي لهالشغلات مثل هيدي العده كامله هيدي جايبها فيها كل العده فيها كل العده هيدي جايبها خصوصي مشان الشغلات هيدي. وبحسين بيحتاجها طبعا الانسان محتاج لاي شيء، وهذا السولدرين القصدير وبدأت لكم. وهيدي العدة اللي بيحب اي استفسار مني يتصل على القناة، يعمل اول شيء يعمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب على القناة ويعمل لايك وحط تعليقات حلوة كتير. واذا بده اي سؤال بده اي شيء هلا برجع هون انا هوني بقى خليني اشوف بس شوي حلوين هلا هون انا هلا بعد ما ظبطتها ولحمتها بالهيدي بال شو اسمه بسموه سولدرين ولده
بعد ما لحمته خلصت جربت اللمبه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما في طلع فيها، لازم يكون قويه كثير. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لمبه صحيت، ما في داعي بقى الواحد يكب اللمبه. واي استفسار بدكم اياه عندكم المسج تبعي، بعتوا لي مسج، وعندكم اسم القناه تبعتي انا هي لايك تشيلين بارسلي، بتشوفوا اكيد ان شاء الله بيعجبكم الفيديو. اعملوا بليز سبسكرايب وعملوا تعليقات حلوه كثير، وبارك الله فيكم، وان شاء الله نلتقى على فيديوهات تانية حلوه كثير ان شاء الله بغير مواضيع ان شاء الله باذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.